مشاكل مادية تحرج أسرة الفنانة الشعبية تسونامي مع المصحة التي ترقد فيها. إليكم التفاصيل. وجدت أسرة المغنية الشعبية إيمان تسونامي مجموعة من المشاكل بسبب عجزها عن تسديد كافة المصاريف الخاصة بعلاجها في المصحة التي ترقد فيها لأزيد من أسبوعين بسبب الوعكة الصحية الحرجة التي تعاني منها. وذكرت أحد المصادر الإخبارية فإن إيمان تسونامي تواجه عدة مشاكل مادية مع المصحة التي ترقد فيها بعدما وجدت نفسها عاجزة عن أداء كافة المصاريف الخاصة بالعلاج. وأكد ذات المصدر أن مجموعة من الفنانين أصدقاء الفنانة تسونامي ساهموا ماديا في جمع جزء من التكاليف الخاصة بالعلاج بعد الحالة الصحية الصعبة التي تعيشها هذه الأخيرة. تمر المغنية الشعبية شيخة تسونامي وضعا صحيا حرجا جراء إصابتها لتسمم غذائي، حيث تعرضت قبل أيام لسكتة قلبية قبل أن يتم إنقاذها من طرف الطاقم الطبي المشرف على حالتها. إيمان تسونامي سبق أن تعرضت لتسمم حاد قبل سنوات، الأمر الذي جعلها تغيب عن الساحة الفنية لفترة طويلة.